السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ أخبارنا مساك بخير. طيبين تمام، مساء السلام، معكم اكس بلاك حمود 187 اكس من قناتي. اليوم اجي لكم فيديو جديد، واو لايف جديد. تصدق اني ما ادري ايش اللي خلاني مسكت معي اصلا العب زومبي، قاعد كذا بس اطقطق، وقلت خلني اسجل اني توني واصل الراوند 16، قلت خلني بسجل. اي صح، المقطع اللي كنت مسجل عنه وش عرفت، وحشتوني لكم وحشة. زبد ان طولت سنة عليها، قاطع سنة عليها. وين 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 كنت فيه يا بلاك حمودي؟ السنة عليها دي وش القطعة ذي؟ تغلى علينا يعني ولا شو السالفة؟ لا والله، اول شيء شكرا 10,000، 10,000 اخ. ثاني شيء والله ما بقصد اتغلى او من هذا الكلام ذا، بس الواحد وظروفه، ما تدرون عن واحد وش كانت ظروفه. كانت ظروفه أنا صعبة مرة، يعني قبل تقريبا سنة توفت خالتي، قطعت على اليوتيوب ورجعت، قعدت يمكن كم يمكن شهر عليها أو شهرين، نزلت كم مقطع بعدين سحبت. طبعا بعد ما توفت خالتي الله يرحمها في شهر 4 الحالي، طحت في شهر 4 الحالي، توفى جدي الله يرحمه، وقطعت. السبب اللي خلاني اقطع يعني ممكن واحد، ممكن اغلبكم بتعاطف بيقول ايه الرجال حزين من ذاك، اوكي كل واحد فينا حزين، لكن اللي خلاني اقطع وش السبب اللي خلاني اقطع؟ السبب اللي خلاني اقطع والله كانت عندي ظروف، يعني كانت ظروفي صعبة صعبة مرة، يعني ما يعلم فيها الا الله رب، الا الله رب العالمين بس هو اللي يعلم ايش كانت ظروفي. هذا اول شيء، هو اللي كان يعلم فيها رب العالمين بس مش كان الظروف، غير كذا ما كان يعلم فيها اي احد. شيء ثاني كان دوام، قروشة في الوقت الحالي، ويعني ماني عارف وش اسوي، اقسم يومي على وش ماني عارف بالضبط. فجبرت نفسي اني اترك اليوتيوب، اني اترك اليوتيوب لان افضل واخلص اشغالي. شيء ثاني دعواتكم خالتي الله يرحمها، دعواتكم جدي الله يرحمه، والله يسكنهم ان شاء الله الجنة. اذن مستر جيم. فهذا السبب هو اللي خلاني، مو بالسبب هذا بس الوحيد اللي خلاني اقطع، لا يعني انت كل واحد ظروف تمر، الانسان يمر عليه، تمر عليه ظروف جدا يعني صعبة، يعني ممكن من قوة ان الظروف اللي مرت علي، يعني النوم ما قدرت انام زين، النوم هو النوم، ما اقدر انام زي الناس. يعني ممكن كل واحد فيكم ينام مو مرتاح مو بشايل هم باله شيء، لكن انا كنت انام وانا افكر باشياء، لكن الحمد لله يا رب الله سهلها، الله سهلها الحمد لله. يعني يقول لك ما تضيق الا تفرج، والحمد لله رب العالمين يعني افرجها علي الحمد لله. وكذا هذا يعني شيء بسيط انا قربت لكم سبب وش اللي خلاني اقطع اليوتيوب. الشيء الثاني يعني قطعت بسبب الظروف زي كذا، مو بسالفة تكبر ولا تغلي ولا شيء. عندي ناس مضافين من هنا من اليوتيوب، مضافين عندي في السناب، سواء كان يوتيوبر او جمهور، مضافين عندي في السناب، مضافين عندي في البيبي، في الواتساب بيتواصلون معي دائما والله العظيم ما يقصرون. فكانوا يكلموني يقولوا متى ترجع متى ترجع متى ترجع متى ترجع، فكنت اقول لهم ان شاء الله قريب الرجعه. وعلنت الحين رجوعي بالمقطع اللي قبل حق تحديث فيفا، بس هذا المقطع كان مجرد اني اعلمكم يعني وش اللي خلاني اقطع. كانت شوية ظروف صعبة، حالتين وفاة خلال يعني مدة بسيطة، دوام، قروشة من الكلام هذا، وظروف ربك أفرجها الحمد لله وعداها علي، وأنا شكلي بطيح هنا فعلا طحت. لايككم تفضل سبسكرايب، تبي تتواصل معي أشياء كلها تحت في الديسكريبشن. لايككم تفضل سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.